اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي راح تشوفوها باسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على اي رقم من ارقام البرنامج اللي راح تشوفوها باسفل الشاشه واللي ظهرت الان. تقدرون تتواصلون ويانا على ذني الارقام في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب كان. تقدرون تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على الرقم الاخير المخصص لبرنامج الواتساب اللي تشوفوه بالاسفل بصفه اشاره الواتساب. اتمنى تكون الرساله مكتوبه مطبوعه بالاسم والمكان وان شاء الله نقراها بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. نبدا حلقتنا مشاهدينا واول ملف ويانا بحلقه هذا اليوم هو ملف المستشفيات العراقيه. حكينا هوايه عن هذه القضيه وحكينا البارحه ايضا وبرنامج صوتكم عن المستشفى الكويتي بالبصره وشلون مدير الصحه عنده نيه انه ينطي هاي المستشفى الى مستثمر حتى يشغله رغم انه هاي المستشفى هديه ومنحه للمحافظه مو من العراق من دوله ثانيه. لكن الامر يبدو راح يصير بشكل رسمي خصوصا وراء قرار رئيس حكومه الاطار التنسيقي الموالي لايران محمد الشياع السوداني اللي قرر ان ينطي المستشفيات الحكوميه الى شركات تديرها. بيان مكتب السوداني قال اثناء جوله اجراها لتفقد بعض المشاريع انه الحكومه راح تبدي بتجربه جديده تنفذ لاول مره في تاريخ العراق. ما ادري ايش محسسني راح يسوي شيء بخير، المهم انهم راح يتعاقدون ويا مؤسسات صحيه مختصه بالاداره والتشغيل للمستشفيات. حتى شنو؟ حتى تدير مستشفيات حديثه بعده محافظات عراقيه. رئيس حكومه الاطار التنسيقي محمد الشياع السوداني دا يفتح بوابه كبيره للفساد والزبائنيه بين اطراف القوى والاحزاب الحاكمه. لما يعلن انه هو راح يتعاقد ويا شركات حتى تدير وتشغل المستشفيات الحكوميه بالعراق هاي مصيبة. بهالفيديو اللي راح نشوفه الآن راح يعيد لنا الناشط من محافظة البصرة بالوثائق تفاصيل عن المستشفى الجراحي الكويتي اللي اكتمل بمنحة من دولة الكويت بنسبة 95% بعد 5% حتى يشتغل. هذا صار بعد مطالبة وزير الصحة بتحويله إلى خاص من قبل مدير عام صحة البصرة بالوكالة. تعالوا نشوف. انت السيد مدير عام صحة البصرة وكالتك باني من جيبك، انت السيد وزير الصحة باني من جيبك حتى تحوله الى قطاع خاص وبالتالي ابنه من جيبكم على حساب الحكومة العراقية وحوله اجنحة خاصة. هذا مستشفى هدية جراحي كويت صار 10 سنوات 15 سنة ما كامل حتى استعجبت بيه حتى تحوله الى قطاع خاص وبالتالي هاي الايام راح ينفتح وراح يحول جناح خاص تحت انظار المصريين ونخبه وشرفاها ومسؤولين. مستشفى الجراحي الكويتي تحت انظار السادة اعضاء مجلس محافظة والسادة اعضاء مجلس النواب باعتباركم ممثلين عنا واحنا حلالنا واموالنا جايين هدر تحت انظاركم وانتم غاضين النظر بالفيديو السابق. خلنا اوضح لكم بما يخص مستشفى الجراحي الكويتي اللي اكتمل بمنحة الكويت 95% ما اعرف مقابله شنو. سيد مدير عام صحة البصرة بالوكالة طبعا هو ابن البصرة ما رف قلبه عليه، مو الوزير يرف قلبه عليه، يخاطب وزير الصحة شي يقول له؟ يقول له هذا مستشفى الجراحة هاي مخاطبته طبعا، يقول له خلينا نحوله إلى جناح خاص، والسيد الوزير وافق له أن يحول مستشفى الجراحي إلى جناح خاص بالوثائق وتحت أنظار السادة المسؤولين ووصلنا صوتنا إلهم ولكن ولا واحد حرك ساكن باعتبار أنتم مو حراس ولا صمام أمان للعراقيين. يا نواب إذا ما تحركتوا بهذا الملف وبيظل ارتفاع الإصابات مال السرطان سنوياً 10,000 وما عندي مستشفى للسرطان. ده تلاحظون شايل لك بالوثائق الرسمية اللي شوفك إنه مدير صحة البصرة بالوكالة. وقف وقف تعال 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 مدير بالوكالة. من المفترض لما الواحد يصير مدير مكان ما بالوكالة هو منقوص الصلاحيات. شنو يعني منقوص الصلاحيات؟ لو هو مدير الصحة أصالة إنه هو معين مدير صحة البصرة بكتاب رسمي أصالة من حقه أنه يتصرف بكثير من الأمور، لكن بالوكالة من حقه أن يدير ما موجود أن يمشي الموجود بس ما يتصرف فيه.
يعني انت دا تقول وكيل هسه بيتك انطيته وكاله الى شخص يعمر لك البيت او ياخذ لك اجارات من المستاجر اللي انت ماجر له، من حقه يبيع البيت؟ لا. ليش؟ لان انت مناطيه، مناطي حقيقيه الا اذا وكاله عامه مطلقه. بس المشكله انه لما نحكي عن مؤسسات الدوله ما بها وكاله عامه مطلقه، هاي رقم واحد. رقم اثنين، اذا محمد الشياع السوداني ومدير صحه البصره ووزير الصحه دا يفكرون يعطون المستشفيات الى مستثمرين، احد يفهمني الوزير والمدراء العامين ومدراء الصحه واللجان الصحيه ووزاره الصحه كلها من فوق لجوا شنو شغلها اذا هي ما عندها المقدره على تشغيل المستشفيات؟ شغلهم يبوقون لو يجيبون لنا صفقه جديده ما نعل مثل نعل عديل حمود 5 مليون ما ادري 6 مليون دولار؟ هاي اللي بالبصره. الواقع الصحي العراقي اليوم دا يمر بمرحله من التردي وانعدام العنايه بالمريض الى درجه انه صار المريض عباره عن سلعه بيد المستشفيات، بين منو منو؟ المستشفى الحكومي والأهلي. عندنا مواطن من أمام مدينة الطب بالعاصمة العراقية بغداد، قدام مدينة الطب المواطن يقول حسب كلامه أنه مدينة الطب والعاملين بها ما قدروا أو ما قبلوا يدخلون ابنه حتى يتعالج، قالوا له روح للمستشفيات الأهلية. ويقول أنه اللي يشتغلون بمدينة الطب قالوا له ماكو مكان لمرضى جدد، يعني ما عندنا فرش أو أسرة وماكو أي سرير فارغ. ويتساءل الفقير اللي ما عنده منين يجيب أجرة معاينة بالمستشفيات الخاصة؟ تعالوا نسمع. السلام عليكم عمو، أنا رجال مواطن عراقي وما عندي، وافتريت على المستشفيات كلها، وهذا المستشفى مع الطوارئ امام مدينه الطيب، وابن حالته خطره، وطب عليهم وقال لنا ما عندنا سراير ولا عندنا مكان، روح للمستشفيات الاهليه. زين انتم شنو يعني؟ ما تقول لي شنو هاي اداره الطب مالتكم؟ وهاي المستشفيات من مخليها؟ تضحكون على الناس، تضحكون على المواطنين، ما تستحون. يعني من الساعه بالسبعه الصبح افتروا لحد الان، ما خليت واحد ما طبيت لي، الدكتور تقول لي ما عندنا مكان، الواقف بالباب يقول له ما عنده مكان. يعني بس قل له هاي شو وقت تنحل هاي السالفه؟ شو وقت تنحل؟ والله ملينا. زين ما عنده شلون يموت الفقير؟ ما عنده شلون ما عنده الفقير يموت مثلا؟ هاي المستشفى انا هسه مدينه الطيب، ومن الصبح واللي جاي ما خليت مستشفى ما رحت لي، رحت لهاي المستشفيات كلها المذكوره قدامكم، ما خليت واحد ما رحت لي، وهسه طبيت هنا، طبيت هنا بالخاص تقول اعطيني والله 500 ألف. زين انا ما عندي رجال قاعد حافي، منين اعطي 500 ألف؟ مستشفى الصدر وابن البلدي والحبيبية والنعمان وحماية الأطفال ومستشفى الطفل المركزي ومدينة الطب، ذولا كلهم مستقبلين ابنه. بعيدا عن هاي المسميات كلها، أنا النعمان أعرفها، مدينة العرمية، ومدينة الطب أعرفها اللي بالوزيرية، شايفين اثنيناتهم. بس عوف النعمان، خلنا نحكي بمدينة الطب. مدينة الطب لما انبنت في سبعينيات القرن الماضي أو في نهاية سبعينيات القرن الماضي كانت واحدة من كبريات المستشفيات بالوطن العربي وبالشرق الأوسط. تريد تقنعني أنه ما بها مجال؟ شنو اللي صاير بها؟ وبيا دولة بالعالم مستشفى يقول للمريض أنا ما أخذك؟ أنا سامع بهاي الحالة لما نيجي واحد عنده مرض خطير مثل مرضى السرطان، ربي يشافينا ويعافينا ويشافيكم يا ربي ويبعد عنكم هذا الوباء، ويروح إلى مستشفى ويقولوا له إحنا ما عندنا مركز متخصص لهذه الحالة، روح لهاي المستشفى هي اللي تفيدك. أوكي سامعها. سامع شخص عنده حالة طارئة وأكو جراح بمستشفى ثانية وهاي المستشفى جراح مسافر مريض أو أكو خلل ما موجود هذا الجراح، يقول له لا إحنا راح نحيلك ذيك المستشفى لأنه الجراح هناك موجود، تصير حتى يسهلون أمر المريض. بس ما يفتر واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ومدينة الطب سبع مستشفيات ويقولوا له روح للأهلي، هاي مصيبة. نبقى وين؟ نبقى بمدينة الطب. مدينة الطب عندنا شخص طب المدينة الطب راح يشوفكم مي الإسالة الموجود بالمستشفى، المي اللي طالع من الحنفية من هالبوري هذا مي خابط طين،
لونه بيج بني، يعني المي واصل للمستشفى بدون تصفية. زين انت تخيل وياي يا عزيزي المشاهد، المي اللي واصل للمستشفى هذا حاله لعد المناطق السكنية ومدن العراق والمناطق النائية والقصبات والنواحي، شلون حال المي بيها؟ تعال نسمع. المي التي تطير وهذا يعود داخليها خاص على حسابنا بمليونين، هاي دائرة التبريد الخاص النسائي، هذا طين طين على حاله، مي طين شغل هذا مي ماله الله يرضى محمد. المي التي تطير وهذا يعود داخليها خاص على حسابنا بمليونين، هاي دائرة التبريد الخاص، دائرة التمريض الخاص المي واصلهم مي خابط. راح يجيني واحد يقول ليش سويتوا هالقصة؟ بالعراق كان اكو مي خابط. اي حبيبي صحيح، احنا ببيتنا بالحديقة كان عندنا بوري مال مي خابط، بس بوري المي الخابط نسقي بيه الحديقة، والله حتى سياراتنا ما نغسلها بالمي الخابط، بس نسقي بيه الحديقة، نغسل بيه الطرمة ما نقدر لان هو بتراب. بوار المي الخابطة كانت موجودة بالمزارع بالمشاتل يزقون بزرع، بس ما يطب المستشفى. احنا هنا دا نحكي مستشفى، المكان اللي من المفترض ان يكون انظف مكان، اكثر مكان معقم، اكثر مكان مهتمين بالنظافه اللي موجوده بيه. عبد الكريم العقيل يقول ناس التاجر بصحه المواطن مع الاسف. حمو الرماحي، مستشفيات الحكومه مشكله والله العالم تعاني. حسين المحمداوي، البصرة صحة تحت الصفر، المحافظ نايم قاعدوه. وأبو حسن التميمي، دوائر صحة بصرة تحت الصفر، وينك يا محافظ؟ مستشفيات الأهلي سبتنا. هي هاي المشكلة اليوم بالعراق، أكو اهتمام بكل شيء أهلي، مدارس أهلية، جامعات أهلية، مستشفيات أهلية، روضات أهلية، مراكز أهلية، أي شيء يحمل صفة الأهلي أكو اليوم اهتمام به. راح تسألوني ليش؟ أنا أقول لك ليش. لأن الحكومي ما يفيدهم، لأن الوارد مال الحكومي راح يروح للحكومة، وهم يردون شيء وارد إلهم، فهو يقول لك أنا ليش أطي للحكومة وراها أسوي عملية فساد وروح أبوقه والناس تعرف بيه وتسوي عليه، ويجي فلان وعلتان يحكي عليه، ويجي أفل يقول ذولا باقة وذولا نهبة وذولا حطة وهاي صفقة فساد وخسرة وهلقد وحطة وهلقد. لا عمي، أنا أختصرها، طز بالحكومي واهتم بالأهلي اللي أنا أملكه، حتى الفلوس مباشرة تطب جيبي، وأتحدى أي واحد ومن ضمنهم اللي دا يحكي إذا قدر يحكي عليه. فهي هاي الخطة اللي دا يشتغلوها. نطلع من الواقع الصحي. طبعاً حلقتنا اليوم راح نبدأ بالصحة وراح نختم بالصحة. نطلع من الواقع الصحي ونروح إلى التظاهرات المطلبية. هاي التظاهرات اللي بشكل يومي تطلع، خصوصا عندنا عشرات الخريجين. قبل ما نحكي عن التظاهرات والخريجين، اخونا عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك استاذ افل؟ نحمد الله على كل شيء، ان شاء الله انتم بخير. الله يخليك، اذا ما زال صحتك بخير هذا ولا لازم على هالحالة نشكر وزير الصحة. الله يسلمك. سادة فهل شوف أي بلد من البلدان ينهض ويتطور إذا توفر القطاع الصحي والبلد أهل البلد متوفرهم كل الخدمات الطبية. صح. لكنه اليوم إحنا بالعراق نشوف أردى وأسوأ خدمات بالنسبة للقطاعات الحكومية هو القطاع الصحي. نعم. مثل ما تفضلت قبل شوية، يعني يردون يطوها المستثمر، يا أخي تعال، يعني هو صح سووا النظام اللي اليوم اللي بالعراق هو نظام طبقي، فشوف الفقير ما حد بحاله يهتموا بالمستشفيات الأهلية بالمدارس الأهلية غيرها من المراكز كلها حولوها إلى أهلية. تدخل المستشفى، بس عندي اعتراض وحيد اخ عبد الرزاق، انت قلت نظام طبقي، نظام طبقي يعني اكو طبقه فقيره واكو معدمه واكو طبقه وسطى واكو طبقه غنيه، لا احنا اليوم عندنا يا فاحشه الثراء يا تحت بالحضيض، يعني عندنا اليوم عندنا حتى طبقيه ما موجوده. نعم نعم
لا لا، هو اللي يحصل بيه الطبقية مثل ما يقول المطرب المصري، حبة فوق وحبة تحت. نعم. يا أما ناس عايشة بنعيم وناس عايشة بجحيم. نعم. هو هذا اللي يقصد بيعاني. نعم. فاليوم الفقير ما حد بحاله أستاذ أفل، وهذا إلى تداعيات، التداعيات السلبية على المستقبل القريب. نعم. يعني راح يشجعون الجريمة لما هذا يشوف ابنه الفقير، يشوف ابنه يعني قدام عينه مريض وما يقدر يوصل له العلاج. نعم. ما يقدر يدخل به المستشفى، هذا يضطر راح يسوي أمور إجرامية حتى على مود يحصل على فلوس. فهو هذا اللي يردوه، هذا مبتغام، هذا هو اللي جاي يشتغلون عليه، فيردون يحولون هذا البلد من بلد عايش بسلم وأمان إلى بلد فوضوي، بلد يعيش على الجريمة والقتل. فهذا هو أسلوبهم يا أستاذ أفل. نعم نعم. وتحياتي لك. شكرا شكرا لك أخ عبد الرزاق. نروح إلى قضية التظاهرات المطلبية، وعندنا خريجين دائما يطلعون يتظاهرون حتى يطالبون بالتعيين توفير وظائف لهم، علما أنه بعض الخريجين هم من الأوائل اللي نص القانون على تعيينهم بشكل مباشر ومركزي، لكن يضطرون بهذا البلد أن يطلعون بالشارع حتى يتظاهرون. ليش؟ حتى يطالبون. وراها شي يصير؟ يتعرضون للقمع والضرب من أجل أبسط الحقوق، وهي مو أبسط الحقوق، هي من أجل الحقوق فقط. الفيديو التالي لتظاهرة لخريجي المهن الصحية بالعاصمة العراقية بغداد. هاي التظاهرة دولة هم من الفئات اللي إلهم أولوية بالتعيين، لكن هذا الشيء ببلد مثل العراق ما إلى داعي. اللي حكموه شلة من السراق والفاسدين هو عبارة عن حبر على ورق، أولوية ما أولوية للأحزاب والكتل السياسية. تعالوا نسمع. هذا حال خريجين المهن الصحية. الكل يعرف أنه محافظة البصرة صار لها أكثر من أسبوع بها تظاهرات مطلبية، وكانت تحمل عنوان واحد تقريبا اللي هو التعيين. وأغلب التظاهرات لشباب وشابات عراقيين عاطلين عن العمل يظهرون اليوم من أجل المطالبة بالتعيين وتحصيل هذا الحق اللي هو أساسي بالنسبة لهم والباقي شباب العالم، مو بس بالعراق. كلكم تعرفون أنه الخريج من كلية الهندسة عندهم تظاهرات اليوم من أجل التعيين بالبصرة، لكن تعرضوا خريجين الأقسام الهندسية أو المهندسين في محافظة البصرة للضرب من قبل شرطة مكافحة الشغب بعد تظاهرهم ومطالبتهم. يعني دولة ليش انضربوا؟ ليش يردون تعيين؟ ما من حقهم. تعالوا نشوف. المهندسات من قبل الشغب بالدونكيات هذول بل ينسحبون عساس بتكجاري ومر بعد الضرب ظلي ينسحبون. يعني ما عندكم غيرة؟ مع الأسف والله. وأنك رئيس الوزراء، وأنك محافظ البصرة، وأنك وزير الداخلية، وأنا وزير الداخلية، هاي تأمرهم قمع البنات؟ المهندسات من قبل الشغب بالدونكيات هذول ظلي ينسحبون عساس بتكجاري ومر بعد الضرب ظلي ينسحبون. هذا حال الخريجين بالوقت اللي بيعاني بيه المهندس العراقي والشاب العراقي والشابة العراقية والخريج والأوائل العشرة الأوائل أيضا من تسلسل 4 إلى 10 من بطالة. بالوقت اللي كل شباب الشارع العراقي اليوم طالع ويقول لك أنا أريد شغل، أنا أريد أكون نفسي، أنا أريد أخدم بلدي. بعد هالفيديوهات توصلنا من بعض العراقيين اللي بعدهم يشتغلون بشركات النفط بالجنوب ويوثقوننا بالفيديو آلاف العمال الأجانب اللي يشتغلون بالعراق ويتقاضون أجور عالية وتعرفون إيش قد. ويتساءل هذا المواطن اللي دا يصور يقول ليش ما يشغلون ابن البلد؟ ليش يستخدمون عمال أجانب من الصين والهند وباكستان وبنغلاديش وإيران؟ تعالوا نشوف.
هاي الهنود اليوم التاريخ 16 يوم الجمعة 16/2/2024 قلت لك واحد عراقي ما والله يستنى تقول دود ارجع عليكم هذا حال العمال بالعراق عمال أجانب يشتغلون رواتبهم عالية أجور نقل وأجور سفر وأكل وشرب على حساب الشغل ومسكن على حساب الشغل والمواطن العراقي يقول لك أريد شغل وعدنا أفناس ملاقين رعاية اجتماعية وعدنا خريجين ملاقين وظائف وعدنا محاضرين مجانيين ما عندهم تعيينات وعدنا مهندسين ملاقين شغل وعدنا خريجين مهن صحية ملاقين شغل وأطباء وممرضين ملاقين شغل والعراقي عاني من قلة الكوادر العاملة به وهذا كله دا يصير والسياسيين ما لهم علاقة. علي حسن الدراجي يقول والله ملت لوادم تناشد وترد لي ورا أدري مجلس النهاب شنو شغلكم ومجلس المحافظة وأبو ياسر الشحمان يقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من طغى وتجبر الله ينتقم من كل ظالم وسارق وبسمة إجمالة يقولون بطالة بالبلد أكيد تصير بطالة إذا جايبين ناس غربة تشتغل وولدنا لا شغلة ولا عملة حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وعلاء البصراوي يقول بلد تدرس وتتعب وهاي تاليتها بس للواسطات والأحزاب فكان هذا تعليق الناس على قضية مو بس العمالة الأجنبية قضية البطالة أيضا بهذا البلد اللي يعاني من نسبة كبيرة جدا من البطالة. محمد من أمريكا حياك الله. السلام عليكم سادة سادة حيك وحي قناة الرافدين البطلة حياك. من 2003 هم جايين تدمير العراق هم خير العراق للغريب من الخايبة قاعد ما يشتغل هم دمروا العراق قسما بالله عايرين بس المشاريع مالتهم ترى هذا الشيخ محمد الشيعي السوداني قسما بالله عنده مشروع النهروان ترى القوارم العجل قاعد نونه جديد ترى بنهروان هسه هاي جديدة شوف الفتان من محمد الشيعي السوداني جاي بقول عملاق الشعب العراقي والشعب نايم نايم على الطانة وجاوا بقوهم الشعب ساكت والله ما لسه الشعب ما يشوي الشعب مخدر عمي الشعب ما احتراماتي لكم سادة سادة إلى حائرين بالتوك توك يطلعوا لي نسوانهم بالتوك توك وملتهين ذولي بقوم بيهم وساكتين الشعب والله خزيتونا أيها الحسالة حتى من بالله من جهة من 2003 عدنا دمرت العراق خلت العراق أسوأ من كل البلدان قسما بالله أسوأ من الصومال بيحسن على الصومال والله الصومال أحسن من العراق دول عمي يشتغلون صالح إيران ليس للعراق دول غيره ما عدوا مع العراق والعراقيين نايمين ما أعرف فيهم والله ما تحياتي لكل قناة شكرا شكرا لك أخي نروح هسه إلى قضية فقدان الأمن وانعدامه يعني يتعرض المواطن إلى السرقة بكل مكان لكن المكان اللي راح يطلع غريبة تخيلوا مواطن انباق مبلغ من سيارته الواقفة أمام مبنى محكمة البصرة الانباق من عنده مبلغ $3,400 من سيارة مقابل مجمع المحاكم شارع بغداد تقريبا يعني 5 ملايين دينار المواطن المسروق يقول رحت لمراجعة محكمة المعقل رجعت وراء 10 دقائق لقيت الجام بسيارتي مكسر وانسرقت من عندي 34 ورقة $3,400 يتساءل يقول أنا بس أرد أعرف شنو دور القوات الأمنية المنتشرة واللي أعدادهم بالآلاف وبكل الشوارع والطرقات أتمنى القوات الأمنية وقيادات الشرطة وقيادات الجيش وقوات التدخل السريع ومكافحة الشغب والشرطة الاتحادية يجاوبوا على هالتساؤل. أنا قابض باب المحكمة الساعة 10 10 إلا 10 طبيت 10 دقائق لربع ساعة يعني طبيت 10 إلا 10 طلعت 20 دقيقة باب
باب المحكمة الدولية مال النجدة والشرطة والعالم تمشي زين. رجعت ورا ربع ساعة وعندي 34 واحدة بتشوف مشن البيوغات زين. وهاي الصبح وباب المحكمة يا قائد الشرطة يا قائد عمليات البصرة الله يرضى هذا باب المحكمة والمنبار وين أصل يا وين؟ هذا الحال اللي صار أمام محكمة المعقل. يعني محكمة من الطبيعي أن تلقي باب المحكمة الشرطة اثنين دورية، هاي من الطبيعي. حتى بالأفلام، حتى بالأفلام المحاكم من يشوفها أكو شرطة حماية بالباب ومسلح الشرطة، لأن يقول لك المحكمة يطبولها مجرمين، يطبولها سراق، يطبولها قتلة. لازم أكو عناصر أمنية بباب المحكمة حتى تحمي اللي يشتغلون جوا أو إذا واحد يريد ينهزم من جوا. زين، هذا باب المحكمة ينباق. إذا باب المحكمة ينباق وباب مركز الشرطة ينباق، وهذه طلعت ايضا برنامج صوتكم وانا طلعتها صور بمحافظه بابل بباب مركز الشرطه انباقت ستوته يمكن. زين، اذا باب مركز الشرطه ينباق وباب المحكمه ينباق، وين يروح يحط سيارته؟ فوق مجلس الوزراء بالمنطقه الخضراء ويصير اسمه جراج المنطقه الخضراء لحمايه المواطنين؟ الغريب مو هذا الفيديو، الغريب هذا الفيديو. هذا الفيديو طش البارحه واول بارحه على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا اللي دا تشوفوه أصور أكو هواي ناس عرفته، اللي هو يباوعون بيه يشوفون عناصر القوات الحكومية والشرطة هي مدى تلتزم بالقوانين، هي اللي تعتدي على قوانين السير والمرور، هي تتعدى وتتجاوز على ممتلكات الدولة وعلى المواطن. شاب من محافظة بابل اتعرض للاعتداء من قبل شرطي بسبب توثيق الشاب بهاتف الخلوي مخالفة مرورية سواها منه عقيد بالداخلية برفقة السائق. السائق هو اللي مخالف، سائق منه العقيد بالداخلية، نتيجة التفافهم من فوق جزرة وسطية بعجلة من دون لوحات. يعني باوع صاعد جزرة وسطية لايف من نص الشارع رونج سايد، سيارة بدون لوحات، هو عقيد بالداخلية. شوفوا كم مخالفة بيها. أتمنى عبد الأمير الشمري يباوع، بس شوفوا شنو صار ويا المواطن بعدين. والحسين ما تطلع، الله يشهد ما تطلع، ما تطلع والله المكتب الوزير والحسين، والحسين المكتب الوزير، يعني هم مخالف وهم تريد تدعمني وتضرب هو؟ ماشي، هاي المخالفة وهذا السيد العقيد وهذا السائق ما تجاوز عليه، هاي السيارة حتى بدون لوحات. اسمح لي لاحظتوا اللي صار؟ السائق مال سيادة العقيد ضاج، قال له شودة تعال. يعني اكو مثل مصري يقول يقتل القتيل يمشي بجنازته، او ضربني وبكى سبقني واشتكى. بالضبط، هو اللي مخالف وهو اللي يغلط، هو اللي معاجبه وراها ينزل هو اللي يضرب. طبعا المواطن هنا اكو هواي ناس قالت عليه راح بالرجلين. ليش؟ لان هذا عقيد بالشرطه وهذا منتسب بالشرطه وبالداخليه وهذا السائق مالته. تعرفون ليش العالم قالت راح بالرجلين؟ لما يذكرون مجزره جبله اللي سووها القوات الأمنية، لما يذكرون اعتداءات الشرطة وقوات مكافحة الشغب على المواطنين، لما يشوفون عميد أو لواء بالداخلية ويعتدون على سائق دراجة، على صاحب مركبة، بالوقت اللي باعون به المواطنين
واحدة عندها علاقة بمسؤول، واحد عنده ظهر بحزب، واحد ينتمي إلى جهة ما، واحد ابن مسؤول يرمي طلقات بسيارة بدون أرقام، ذولا مرتاحين، أما ذولا رايحين بالرجلين. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يعني من سرمد البابلي، كل هالرتب دمج مو استحقاق وبجدارة ماخذينها، تصرفاتهم كأنهم مافيات. أبو الجود كل شيء ما يسوي للقانون يطبق على المواطن الفقير فقط. عمار المرعب اللام يقول والله الزلمة شجاع، هذا اللي صورهم هواي أكو هيج نماذج أثناء الدوام والواجب يخالف ويتجاوزون على الناس بحجة هو أثناء الدوام، ويجب على وزير الداخلية معاقبة هؤلاء حتى يكونون عبرة لغيرهم وتطبيق القانون على الجميع. وبندر فرحان والله بطل، عافية عليك، لا تسكت عن حقك، شي فيد. من المفترض لما نزل السائق مال عقيد وضربه عبد الأمير الشمري والقائد العام للقوات المسلحة محمد الشياع السوداني ومحافظ بابل وأعضاء مجلس المحافظة والمسؤولين ومدير شرطة بابل ومدير التدخل بابل، دولة كلهم يطلعون وكلهم يجيبون حق هالمواطن اللي هو متجاوز. هذا الفيديو كله شفتوه غلط؟ هو راد يوقف تجاوز على البلد، بس هي هاي البلد لما يكون بي مو سياسيين، هو هذا البلد اللي دي يعيشون بيه الناس ما بقانون. هذا بلدك لما انت تعيش بيه بقانون الغاب، القوي يأكل الضعيف، لأنه قانون الغاب بهاي الصورة. أما البلدان المتحضرة لا، لو مو عقيد، لو أنت رئيس دولة تتحاسب إذا تخالف. بس هاي بالدول المتقدمة، بالدول اللي تحترم نفسها، بالدول اللي عدها احترام إلى اسم بلدهم. يعني لما يجيك سياسي يحترم ست أحرف هي العراق، ست أحرف، ساعتها أعرف شو راح يصير البلد. لما يجيك واحد يحكم مثل محمد الجواهري الشاعر الكبير ويقول لك أني أستحي أكسر عين العراق فيلفظها العراق، ما يلفظها العراق، تخيل حبه لهذا البلد لدرجة أنه يقول لك أخالف قواعد اللغة العربية حتى شنو ما أكسر عينه، تخيل شو راح يتطور البلد. لما يجيك واحد مثل نور السعيد لما يعاقب ابنه صباح ويحرمه من الطيران وهو بالقوة الجوية طيار عسكري لأنه طار بطيارة في رهان مع زملائه، قال له كلمة واحدة بس، قال له الطيارة مال أبوك، قال له لا، قال له أنت دفعت فلوس البنزين، قال له لا، قال له أبوك ملاها بنزين، قال له لا، قال له أخذت أوامر بالطيران، قال له لا، قال له شلون تركبها وتطيرها، لو واقع الطيارة منو يدفع فلوسها؟ هذا منو؟ هذا نور السعيد اللي العالم تباوع عليه، تقول موالي ومحابي لإنجلترا، باع العراق لإنجلترا. هذا الشخص اللي العالم كانت تسميه جاسوس وخائن، شوف شلون يفكر، وشوف ذول الديمقراطيين اللي يحجون بالسيادة والمقاولة شلون عايشين. لا تلاحظون؟ نروح هسه إلى مطالبة المواطنين بالخدمات وانتقادهم لأعمال الشركات. عندنا أهالي حي الإطارات بكربلة انتقدوا الطريقة اللي تم إنشاء طريق طوله كيلومتر، كيلومتر واحد بس، 1000 متر، لكن هذا الطريق ما إلى منافذ يوتيرن أو إشارة أو شيء. هذا إيش دا يصير؟ الناس قامت تسوي، قامت تتجاوز، تمشي رونج سايد، عكس السير على مود الطب منا أو منا، لأنه الطريق مالتهم قافل من الجهتين. تفرجوا. السلام ورحمة الله أخوي. شنو مشكلتكم؟ مشكلتنا بهذا الشارع أخوي، هذا الشارع يعني ما له طريق، يعني اللي يريد يعني يموت هناك ما يقدر، يودون المستوصف أو شيء يعالجونه، وجماعة يعني كلش يعني مساديها علينا، ماكو هيك يعني شارع، يعني شارع هذا شكل اسطولاته من هناك لهنا يصير عنده حريق ما يقدر يعني يجي الى في الموضوع.
استدارات ماكو بي يعني بس هذا الشارع من الطول للطول. حقيقة فعلا أنا خلصت الشارع على طوله يا الله قدرت أوصل للأخوة هنا أصحاب المناشدة يعني خلص. العبرة هاي لازم تروح تفتر من هناك تتودي ابنك المدرسة بينما لأكو فتحة من هنا تقدر تفتر على سريع تروح. الأولادنا المحلات الشغل العمل السيارات كلها مركز الشرطة هذا على طول يعني أتوقع أتوقع راح يصير هناك الحياة رون سايد راح تمشي الناس. أنا حتى بلغت المهندس قلت له يا أبي ترى هذا الشارع سيبي رون سايد العالم. هذا الشارع اللي دا ينشؤوه بهاي الطريقة يعني حتى تخطيط عمراني ما عندهم حتى تخطيط صحيح ما عندهم لا تخطيط مدن لا توسع على شارع لا مهندسين كل شيء ما عندهم. لما أقول لكم ما عندهم تخطيط راح يجيني واحد يقول لي يابا غلطوا واحد زين تعال خلينا نروح للبصرة وشوف قلة التخطيط. يعني الناس بحي الحيانية أهالي الحيانية ما صدق صار لهم شارع وقاموا ينتقدون شركة الانترنت الوطنية. ليش؟ لأنه جت حفرت الشارع ورمت بلط. يعني ذول اللي منتظرين سنوات حتى يصير عندهم شارع اللي ناجدوا سنوات بشكل كثير وكبير وما خلوا مكان ما ناجدوا به حتى يكسولهم شوارع الحي. وين الحيانية؟ تفاجأوا بشنو يابا؟ ورا ما كملوا التبليط ورا ما خلصوا اجت شركة الانترنت حفرت من جديد حتى يمدون كيبلات الانترنت الضوئي. تعالوا نشوف. ابو علي اتحاد وجهة منطقة الثالثة بالحيانية ناشدتني وقلت لي شوارعي كلهم خربوا شوارع. طبعا شنو السبب ابو علي؟ والله هذا يومية حفر. زين هم شنو الفائدة من الحفر مالها؟ الحفر الاول انه شنو حصلنا من عندك؟ هاي شركة اغلي شنو حصلنا من عندك؟ يانت استاذ حازم يانت هذا مو حفر هم هذا قديم حفروا حطوا مدوا كيبلات شنو مرة ثانية؟ ليش؟ لو بجا مرة ثانية يحفر زين احنا ادري التبليط احنا ما نعول يصير عندنا تبليط يجي يخربط يانت والله ما يوميه ما اريد النت حمد ما اريد النت والله العظيم ما اريد النت ولا خوف الله عليهم هسه يومين خربين شوارعنا وكاسرين بورياتنا زين زين عشان انا رجال كبير انا بيا حيل اقوم اسوي لي بوري كسره راح اسوي كسره هذا مو هذا حفروه هذا اعتقد حفروه وحطوا له كيبلات شنو السبب عاد مره ثانيه وجيتك انا عاد شوف الصب وصبوها شوفها شوف القشات يقول هذا مع الشركه القديمه أنا مديرية الطرق والجسور بس أريد أقول لكم شغلة واحدة أكو شيء اسمه منهولة بس هاي المنهولة مو بس للمجاري تستخدم. طبعا احنا نعرف بالعراق ما عندنا شبكة مجاري فيمكن انتم ما تعرفون شنو يعني منهولة. فتحات بالشارع أكو منهن تهوية وأكو منهن لتصريف مياه الأمطار وأكو منهن لشبكات الاتصالات وأكو دول تستخدم الغاز السائل اللي هو مثل ساعة المي والكهرباء يستخدمون غاز سائل. أكو شبكات لتوصيل شبكات إسالة الغاز السائل لتوصيل الغاز إلى المنازل همنا فتحات خاصة بها والمجاري. فلما تسوون شارع وانتو عندكم انترنت ومجاري ومطر وبعد شتردون كهرباء شتردون فكروا انه جوا كل شارع اكو اربع انابيب واحده للصرف الصحي واحده للكيبلات والانابيب ترى مال كيبلات مال الكهرباء ما يحتاج تحط لي بوري مثل بوري الصرف الصحي او المنهوله لا بوري ايش قد تريد تمدد 100 واير 200 واير 200 كيبل كيبل الضوئي هو واحد او اثنين يفوتن به وهاي نشوفها احنا بالدول الخارج والدول المجاوره جت شركة الانترنت فتحت المنهولة مدت السلك مالتها سحبت الواير انتهى خلصت وراحت ومشت الأمور لا كسر شارع لا خرب دنيا لا طسات لا عفر كل شيء ماكو إلا الجماعة يا با أوكي تعالوا نروح للمثنى نانا منطقة الزراعي بقضاء السماوة. أهالي المنطقة يشتكون من تردي الواقع الخدمي بمنطقتهم لأن منطقتهم البنى التحتية غايبة تماما وما عندهم أي أنابيب لتصريف المياه اللي خلي مي المطر شي يصير يطب لهم ضيف للبيوت تفرجوا انت على بيس بيس جاوي حكومتنا محافظ الشديد ولا شو تيجي ماكو هاي بيوت غرقنا الله وكل كل مطرة بسيطة وراس مغرق مدي حزبة بسلت وهذا الماء جاي يجي من نار ماء ومتبهدلت العالم وزعاطيطي يوميا مثل الجهولية وطالعين يوميا ثاني غرابنا حتى الغراض منه هاي الغراض شوف عن هاي الغراض شوف هاي الغراض نجمي
حتى الكهرباء طقت عليه من وراء الماي. هذا حال وشوف. رسالة موجهة للسيد المحافظ الجديد، لأن احنا نفضل لك كل شيء ماكو، اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور، كل شيء عمك كل شيء ما اريد، الجهد الهندسي يجون هذا حالنا، حصر علينا نجيب لنا مية، أبو الماي ما يطبنا، أبو الغاز ما يطبنا، أبو المخضر ما يطبنا، وهذا حالنا. لله وإلكم، وحدة تقولون نقدر، وحدة تقولون ما نقدر، ناشد الدول. اكو دول خير الطب تسوي الانسانيه، واكو مؤسسات انسانيه. هذا حال العراق اليوم. لما يباوع العراقي يباوع، لا عنده شارع، لا عنده شبكات انترنت، لا عنده شبكات صرف صحي، لا عنده ماء اهساله، مستشفيات تعبانه، ويباوع عليهم كل شيء حولوه استثمار. قطع أراضي بمطار المثنى صارت استثمار، قطع الأراضي اللي داير مداير نصب الشهيد صارت استثمار، قطع أراضي تابعة للدولة صارت استثمار، جوامع صارت استثمار، مؤسسات رسمية صارت استثمار، والسدور على المستشفيات. وباشر عقبة إن شاء الله راح تشوفون الدولة العراقية برعاية حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران عالنا فتح الاستثمار أمام دول العالم للاستثمار بالمواطن العراقي. ناس لما شافت علقت نطلب فزعتكم تبهذلنا والله وتعبنا من المناشدات، الله يرحم والديكم وفزعونا. ومحمد هبالي والله يا أخوي خليك على شارعك، هذا ولا يجيك جهد هندسي، تعال شوف ايش سوى بينا بحي الجامعة قريب على مستشفى الولادة. وسجاد شمران يقول الله يساعد العالم، المشكلة القطعة غالية بس خدمات تعبانة، لا رصيف لا تبليط لا مجاري. وزين العابدين حسن يقول الله شارعنا والله تفلشت سيارتي من وراء طفسات وطين. فكان هذا تعليق الناس على هذه القضية. السرطان يفتك بالعراقيين من ظل نظام صحي هش، هذا هو عنوان الانفوغرافيك اللي ركز به قسم التواصل الاجتماعي الضوء على مرض خطير اليوم أصبح وباء يفتك بالمواطنين لقلة العلاج، لعدم رصانة الواقع الصحي، لمساوئ المستشفيات. هذا كله دا يصير والمسؤولين ما لهم علاقة. يعني تخيلوا اللي صار بالأيام الماضية، مريض سرطان يسافر على متن طيارة تتبع إحدى شركات النقل الجوي العراقية، يطير بالجو، يتفاجئون ما يعرفون قنان الأكسجين الموجودة بالطيارة فارغة، ورادة تصير كارثة. وين صار هاي؟ بيا بلد، بيا مكان. تخيل، تعالوا نتابع. انت عندك سرطان واجلوك بمركز الاورام، بالتالي وجهوك للحكومه للاهلي. قال لي 20 يوم، قلت له خلي اهلي يروح. فيها سرطان 20 يوم؟ قالت مرض خبيث بيته. وقال له 20 يوم؟ لا 20 يوم تموت. انطرت سويته وتقرضت 10,000 دينار، 10 ملايين دينار. تداينت. عسكري متقاعد.
هذا هو حال الصحة اليوم بالعراق، هذا هو حال العراقيين. تخيلوا، لا عندنا شبكات صرف صحي، لا عندنا مي إسالة، لا عندنا كهرباء، لا عندنا غاز، لا عندنا عمل، لا عندنا وظائف، لا عندنا نظام صحي، لا عندنا مستشفيات، لا عندنا أكسجين، لا عندنا شيء. بس عندنا شيء واحد احنا نعرفه، استثمار. العراق اليوم أكبر كلمة تسمعها هي الاستثمار. بكل شيء عندنا استثمار، بالمستشفيات عندنا استثمار، وبالطيران عندنا استثمار، وبالوظائف عندنا استثمار، وكل شيء ممكن أن تتخيله عندنا استثمار، حتى بالتراب الموجود بالشارع، حتى بالوساخة اللي موجودة بالشارع. لكن كل هاي الاستثمارات وماكو واحد مستفيد غير بس السياسيين والأحزاب والكتل السياسية اللي تتبع هاي الأحزاب. ألتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صوتكم غدا، في أمان الله.